مساء الخير، هعمل معاكم النهارده المسقعه باللحمه المفرومه. قطعت بصل وحطيت عليه توم بودره، هقلبهم شويه واحط اللحمه المفرومه. حطيت اللحمه المفرومه هقلبها مع الثوم والبصل. هنا بقلي الباذنجان، وبحب اقليه بقشره لان القشر مفيد يا جماعه، وبحب اعملها تخينه علشان ما اشربش زيت كتير، وبقطعها بالطول مش بالعرض عشان مشربش زيت. حطيت 3 معالق صلصة على اللحمة المفرومة وهقلبها شوية. بعد كده احط البتنجان قبل ما احط الشوربة او المية بالماء. كده حطينا البتنجان على اللحمة المفرومة، البصل والثوم وصلصة، وهنقلب شوية صغيرين. نحط الشوربة المتحيقة بملح وفلفل ونقدمها. شكرا. تتاكل مع عيش او رز. بالهنا والشفا.